الدين زاتشي يسعى للعودة لا رئاسة الفاف يعول على بالماضي من أجل تسهيل لامر عليه. اشتد الصراع بين العديد من الأجنحة على منصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد استقالته. شهيد زفيزف عقب إخفاقه في الوصول إلى انتزاع عضوية تنفيذية لدى الكاف، خاصة مع نية أسماء قديمة في العودة إلى مبنى دالي براهيم في صورة خير الدين زاتشي ومحمد روراوة، ويتم تداول أسماء عديدة في بورصة كرة القدم الجزائرية، من بينهم كذلك عبد الحكيم سرار ووليد صادي. وكشفت مصادر موثوقة بأن الناخب الوطني جمال بالماضي الذي تواجد في الجزائر مؤخراً قد التقى بخير الدين زاتشي والمناجير الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري أمين لعبدي، وربطت بعض المصادر هذا اللقاء الذي وصفته بالسري بنية خير الدين زاتشي في العودة إلى رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث يعول على بالماضي من أجل تزكيته وتقديم السند له بالنظر لمكانة هذا الأخير وقوة تأثيره. وأوضحت المصادر ذاتها بأن زاتشي يسعى للعودة إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خاصة لقوة العلاقة التي تربطه بالمدرب الوطني جمال بالماضي، كما أن عودته تعني بالضرورة تواجد أمين لعبدي. حفيظ دراجي يحذر من خطورة إقحام بالماضي في صراع رئاسة الفافي. ولمح المعلق الجزائري حفيظ دراجي على هذا الصراع الموجود على رئاسة الفاف ونية زاتشي في العودة، حيث كتب منشورا في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيه: الكرة في مرمى السلطات العمومية المطالبة بتحمل مسؤولياتها من خلال فرض تكييف لوائح الفاف مع القوانين وتطبيقها حرفيا، ثم المساهمة في اختيار الكوموندوس المكلف بتسيير شؤون الكرة في المرحلة القادمة، مع تحييد كل المؤثرين السلبيين الذين اختطفوا الكرة الجزائرية بدعم ممن اختطفوا الجزائر لسنوات. وواصل الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي تسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بمبنى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد استقالة رئيس الفاف جهيد زفيزف، ودعا معلق قنوات بي إن سبورتس إلى ضرورة تجنب تكرار الأخطاء السابقة في دعم مرشح يرضى عنه المدرب الوطني جمال بالماضي، على غرار شرف الدين عمارة وجهيد زفيزف دون اعتبار لقوة شخصيته وجدارته على حد قوله. وكتب دراجي مقالا أشار فيه إلى أن العهدة الحالية قد تبقى منها سنتين تقريبا، وهي فترة قصيرة تقتضي اختيار صائب لرئيس مؤقت يخطط ويجسد ورقة طريق استثنائية لظرف استثنائي، وليس فقط رئيس دمية تحركه عصابة معروفة عند الجميع على حد تعبيره. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة.